للأستاذ أحمد عصيد. أريد أن أرحب بالأستاذ مصطفى بوندي الذي التحق بنا في المنصة والذي سيأخذ يعني تدخله مباشرة بعد تدخل الأستاذ أحمد عصيد. في مداخلة الأستاذ عبد اللطيف العبي يعني كان هناك إشارة إلى ضرورة أن الديمقراطية التي نسعو إليها تتضمن بالإضافة إلى الشروط الأخرى عقدا اجتماعيا وأن يتعامل الجميع وفق القانون. كذلك تطرق إلى أن مطلب حرية المعتقد لن يهدم حقوق الآخرين وحرياتهم، وتطرق في الأخير إلى ضرورة الحوار يعني والفئات المؤهلة لهذا الحوار هي القوى الديمقراطية ذات المرجعية الذاتية والسيارات الإسلامية المتشتتة كما سمى الأستاذ بفكر الأنوار الدينية. إذن ترى ما رأي الأستاذ أحمد عصيد الذي سأعطيه الكلمة مباشرة؟ سيدات والسادة مساء الخير، أهنئ في البداية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة ذكرى ميلادها، وهي الذكرى التي تذكر بمسار طويل من النضال الكبير من أجل حقوق الإنسان وحقوق المواطنة والمساواة في بلادنا، وهي مسافة من الزمن ممتدة عبر جراحاتها وآلامها وأيضا لحظاتها السعيدة بالمكتسبات التي يتحقق بالنضال الديمقراطي في الجمعية المغربية البحثية، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وكذلك كل المناضلين الديمقراطيين في بلادنا. مفهوم حرية المعتقد هو مفهوم ذو أهمية قصوى في السياق الراهن الذي نعيشه، والإجابة عن سؤاله أو أسئلته ترتبط بالإجابة عن أسئلة عصرنا ورهانات حياتنا السياسية والاجتماعية والفكرية والثقافية أيضا. ومثل جميع المفاهيم يكتلف هذا المفهوم بعض الالتباسات بسبب استعمالاته وتوظيفاته، فكل مفهوم يولد ثم يتطور ويتعبأ بأشكال وحمولات دلالية كثيرة، ثم قد يموت في لحظة ما عندما تنتفي الحاجة إليه. ونحن نعيش اليوم في مرحلة عصر ذهبي بالنسبة لهذا المفهوم، فهو بعيد كليا عن أن يعيش مرحلة نهايته، بل بالعكس نحن نعيش عصرا ذهبيا لمفهوم حرية المعتقد منذ إرساء هذا المفهوم في المرجعية الدولية لحقوق الإنسان إلى اليوم، وهو أصبح لصيقا بنمط الدولة الديمقراطية أو بنموذج الدولة الديمقراطية. استجمعت مجموعة من العناصر من اتفاقيات والعهود الدولية والإعلان العالمي والنصوص الفلسفية للقرنين الأخيرين لكي أصوغ تعريفا غير جاهز لحرية المعتقد، وانتهيت إلى التعريف التالي الذي قمت بصياغته من كل هذه المرجعيات الفلسفية والحقوقية. حرية المعتقد هو حرية الفرد البالغ العاقل في اختيار عقيدته بإرادته عن تصديق واقتناع عقلي ووجداني شخصي دون أي إكراه أجنبي عن ذاته وإرادته الحرة، كما تشمل أيضا حرية المعتقد حرية هذا الفرد في ممارسة شعائر الدين الذي اختاره في شروط إنسانية آمنة وملائمة، وتشمل حرية العقيدة أيضا حرية الشخص في عدم الإيمان أو التصديق أو الاعتقاد في أي دين من الأديان المتواجدة،
وتدبير نمط حياته الشخصية خارج دوائر المعتقدات الدينية في إطار قوانين الدولة الحامية للجميع. هاد الصياغة قمت بها شخصيا من خلال يعني النصوص المتوفرة للقرنين الأخير منذ يعني رسالة في التسامح ويعني الكتاب في الحكم المدني جون لوك إلى إعلان العالم لحقوق الإنسان إلى اليوم. على المستوى الفلسفي ماذا يعني ذلك؟ يعني أن حرية المعتقد تتضمن نسبية فعل الإيمان. في الغالب يعتقد الناس أن الإيمان هو إيمان بالمطلق. الذات الإلهية تمثل الخير المطلق وتمثل الحق المطلق، تمثل كل مظاهر الكمال التي يفتقر إليها الإنسان. ولكن في نفس الوقت حرية العقيدة تثبت نسبية الإيمان وإن كان موضوعه هو المطلق، حيث لا يعتبر الإيمان حالة حتمية وشرطا للإنسانية، مما يتيح تصور إمكان تعددية العقائد وإمكان عدم الإيمان أو الحق في الإلحاد كما يمكن أن نسميه. هناك الحق في الإيمان وهناك الحق في عدم الإيمان. من ناحية الفلسفية إذن الإيمان يتحول إلى معطى نسبي بدليل اختلاف الناس في المعتقدات الدينية وكذلك وجود غير المؤمنين بتلك المعتقدات كلها. فالإيمان إذن في المجتمع يتواجد كواقع تطبعه النسبية. على المستوى الاجتماعي تعني حرية المعتقد التطبيع مع الحق في الاختلاف، أن يصبح الاختلاف بالنسبة لنا أمرا طبيعيا لا يستفزنا، لا يثير اشمئزازنا، ولا يثير فينا أي مشاعر الكراهية أو العنف. الاختلاف، الحق في الاختلاف وقبول الآخر كما هو واحترامه وعدم اشتراط العقيدة في قبوله، عدم اشتراط أي عقيدة في قبوله على أنه موجود إزاءنا. على المستوى السياسي تعني حرية العقيدة ما نسميه علمانية، تعني حياد الدولة والمؤسسات وعدم فرض أي دين الأديان من طرف السلطة، مما يدل على أن حرية العقيدة أساس العلمانية وأساس الديمقراطية أيضا. لماذا لا يمكن أن توجد دولة ديمقراطية غير علمانية؟ لأن الدولة التي ليست علمانية لا بد أن تتبنى دينا وتفرضه وتحرسه، وهنا لا تبقى ديمقراطية. إذن يستحيل أن توجد دولة ديمقراطية وهي غير علمانية. كل دولة ديمقراطية هي علمانية حتما وبالضرورة، لأن جوهر علمانيتها احترامها للحريات وعلى أساس وأمها حرية المعتقد. إذن هي أم الحريات لأنها تحدد طبيعة الدولة وجوهرها. أي هل نحن في دولة مدنية قوامها المعتقد أو قوامها التعاقد الاجتماعي وسلطة القانون العليا والمساواة في إطار المواطنة، أم أننا في دولة ديمقراطية تعتمد الدين في حقل الشرعية مما يلزمها بحمايته ومعاقبة من يخالفه؟ إذن حرية المعتقد تحدد طبيعة الدولة، ولهذا هي أم الحريات، ولهذا أيضا هذا ما يفسر سبب الصراع الكبير الذي نعيشه حول هذا المفهوم الجوهري من مفاهيم الديمقراطية. هناك ثلاث محطات سنمر عليها بسرعة. أولا هل حرية المعتقدات شنو هي الجذور الفلسفية والتاريخية ديالها؟ في رؤوس أقلم فقط لأن هناك معطيات كثيرة جدا لا أستطيع أن أسردها كلها. المسألة الثانية، هل حرية المعتقد الموجودة التي نتحدث عنها والموجودة في المرجعية الدولية لحقوق الإنسان هي الموجودة في الدين الإسلامي؟ هل يمكن المطابقة بينهما؟ ما هو السبب الذي يجعل أصحاب المرجعية الدينية يختلفون؟ العلماء يقولون القتل قتل مرتد، التوحيد والإصلاح، وناس أخرين من تيارات إسلامية أخرى يقولون لا، هناك حرية المعتقد في الإسلام. هذا سؤال. السؤال الآخر الذي ينبغي أن نجيب عنه في جلستنا هذه، لماذا حتى الإسلاميون الذين يقولون بقبولهم لحرية المعتقد لا يقبلون تجسيدها في الواقع الاجتماعي ولا يقبلون السلوكات المنبثقة عنها، رغم أنهم يقولون أنهم يتبنون، بل خرجوا في مؤتمر حزب يقولون نحن نتبنى حرية المعتقد؟
ولكن عندما يقع أي سلوك يعبر عن حرية المعتقد يطورون ويستفزون. لماذا هذا التناقض بين تبني مفهوم وعدم قبوله اجتماعيا؟ لا بد أن نقترح تفسيرات ونناقش هذا الموضوع لأنه جوهر الراهن ديالنا. ثم أخيرا، لماذا لا يقبل المسلمون حرية المعتقد؟ ما هي الأسباب التي علينا أن نناقشها بشفافية وبوضوح؟ في تاريخ الفكر الإنساني لم تكن حرية المعتقد واضحة المعالم كما هي اليوم، ولكن كانت تبدو شذرات منها وبوادر ديالها في الفكر الإنساني. في الصراع القديم الذي خاضه الفلاسفة منذ 2500 سنة من أجل سلطة العقل وقوته واحترامه في مقابل الأسطورة والمعبد والآلهة والكاهن وسلطة الكاهن الروحية، كان هناك صراع بين السلطة الروحية والدينية وسلطة العقل أي السلطة العلمانية، وفي ذلك بذور لهذا المفهوم للحرية المعتقد. ساهمت في تبلور حرية العقيدة بمفهومها الكوني الحالي عوامل أهمها مسلسل تفكك نموذج الدولة الدينية في مختلف مناطق العالم وخاصة في أوروبا، وحتى في العالم الإسلامي عرفت الدولة الدينية ضعفا كبيرا حتى أصبحت تسمى رجل أوروبا المريض بالنسبة للأمبراطورية العثمانية مثلا. اتساع رقعة الاكتشافات الجغرافية الكبرى مما غير مفهوم الإنسان ذاته، وذلك باكتشاف نماذج ثقافية وحضارات جديدة لم تكن معروفة من قبل. تغير مفهوم الإنسان في الفكر الإنساني باكتشاف ثقافات وحضارات، وبالتالي تم تزعزعة مفهوم الإنسان كما كرسته الكنيسة وكما كرسه الفكر الإسلامي الديني في العصور الوسطى. الاكتشافات العلمية الكبرى التي أحدثت قطيعة مع التصور الكوسمولوجي الأرسطي الذي كانت تتبناه الكنيسة هدم مركزية الأرض ومركزية الإنسان. لم تعد الأرض هي مركز الكون، ولم يعد الإنسان هو مركز الكائنات. الاكتشافات العلمية الكبرى من كوبرنيكوس عبر يوهانس كيبلر وغاليلي إلى نيوتن هدمت الكثير من المسلمات الثيولوجية للعصور الوسطى، وساهمت في إبراز قيمة الإنسان باعتباره عقلا. إنشاء الجامعة بالمفهوم العصري التي فتحت الباب على مصراعيه أمام المعرفة ومغامرة البحث والاكتشاف خارج الإطار الديني ورقابة الإكليروس. دور الجامعة في أوروبا كان مهما لأن الكنيسة كانت تحتكر المعرفة في إطار حدود التي ترسمها. بناء الجامعة وإنشاء الجامعة حرر الفكر، ساهم في تحرير الفكر الإنساني نحو حرية العقيدة. ثم الإصلاح الديني ونقد السلطة الكنسية والدفاع عن مفهوم مؤنثاً للدين، وقع نوع من لومانيزاسيون دو لا ريليجيون، نوع من أنسنة المعطى الديني مع حركة الإصلاح الديني، وذلك في مواجهة العنف والكراهية بسبب الاختلافات الدينية والمذهبية. ودخلت أوروبا واحد المرحلة من الاقتتال الشنيع بين البروتستانت والكاثوليك، وهذا جعل الإنسان يشعر بأهمية حرية العقيدة لأنها تقي من هذه الحروب الدموية. ثم ظهور التيارات الفكرية كالنزعة الإنسية الهيومانيزم، النزعة السكولائية، النزعة العقلانية الفلسفية التي تمركزت على الإنسان وأعلت من شأن قدراته العقلية كالرشدية والديكارتية والفلسفة سبينوزا والفلسفة الكانتية إلى آخره. أتحدث هنا عن الرشدية لأن فلسفة الرشد كانت بمثابة قنطرة بين العقلانية الأرسطية وعصر النهضة الأوروبي. قبل أن تنهض أوروبا كانت الرشدية درسا كبيرا للغربيين، وابن رشد رجل مسلم وقاضي قضاة قرطبة وفقيه أيضا، وهذا شيء مهم لأنه يعطي فكرة عن أن حرية المعتقد ليست غربية وإنما هي قيمة كونية ساهمت فيها كل الحضارات الإنسانية. ثم هناك ظهور الاتجاهات الفكرية والفلسفية المدافعة عن فكرة التعاقد الاجتماعي، المواطنة، التسامح، بحال جون لوك، روسو، مونتسكيو، دائرة كل ما عرف بفلسفة الأنوار إلى آخره. ثم الثورات السياسية والاجتماعية التي أدت إلى سقوط التحالف التاريخي بين الملكية والكنيسة وإلى تحرير الفكر الإنساني من الوصاية الدينية، مما أدى إلى انفجار معرفي في العلوم المختلفة حققت خلال قرنين ما لم تحققه البشرية في 5000 عام. قاد مسلسل التحولات والتطورات والمآسي التي عرفتها البشرية
نحو الحسم في تكريس منظومة حقوق الإنسان الكونية عام 48، وهي كونية بمعنى أنها قادت إليها تضحيات كل الحضارات الإنسانية بدون استثناء. إذ لا توجد حضارة لم تسهم بشيء في درب التطور نحو الكرامة. باش ما نطول شيء باش نختم، حرية المعتقد بين الإسلام والمرجعية الدولية لحقوق الإنسان. البعض يقول حرية المعتقد موجودة في الإسلام، أصحاب المرجعية الدينية يعترضون عليه ويقولون لا حد الردة. من أين جاء هذا القلق؟ جاء أولا من عدم وجود فكر اجتهادي حقيقي للعقل الإسلامي الذي يعيد قراءة النصوص على ضوء الحاضر، وهذا ضعف كبير. وقع واحد البلوكاج في الفكر الإسلامي منذ قرون طويلة وجعل عوائق كثيرة في طريق هذه القراءة الاجتهادية. لكن رغم ذلك لابد أن نلاحظ الفرق بين فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وبين حرية المعتقد كما هي في المادة 18 حقوق الإنسان. الفرق بينهما هو التالي: الحرية اللي كاينة في القرآن تحدد أن الحق موجود سلفا، وهو ما يوجد في القرآن. قل الحق من ربكم، هو الحق كاين، يبغى يأمن به يأمن، ما بغاش ما يأمن الشغل هذا، ولكن راه الحق كاين. إلى الحق محدد سلفا، معنى هذا الذي لم يؤمن به لابد أن يعتبر سلبيا، لابد أن يعتبر ضالا عن الحق. هذا هو اللي كيشرح لنا علاش خوتنا الإسلاميين رغم أنهم كيقول لك كنتبناو حرية المعتقد ما كيقبلوش يقبلوها كسلوك المجتمع، لأن حرية المعتقد قابلينها كفكرة نظرية لكنها تؤسس لناس لا يؤمنون أو يؤمنون بديانة أخرى، وهذا لا يقبله العقل الإسلامي التقليدي. علاش؟ لأن الذي لا يؤمن بخاتم الرسالات لابد أنه ضال، لأن الديانة الأخرى محرفة. لاحظوا معي إذن كيف تتشكل الفكرة داخل الوجدان الإسلامي وتعوق معرفة حرية المعتقد. حرية المعتقد في المرجعية الدولية لحقوق الإنسان لا توجد فيها حقيقة محددة سلفا. علاش؟ أنت أيها المؤمن حقيقتك هي ما تؤمن به، وأنا أحترم إيمانك بتلك الحقيقة وإن كنت لا أتقاسمها معك. هذه هي حقوق الإنسان. أنت أيها الشخص غير المؤمن حقيقتك هي أنك لا تعتقد في وجود حقيقة بعد الموت ووجود حقيقة مطلقة ميتافيزيقية. هذه حقيقتك وأنا أحترم اختيارك، لكنني قد لا أشاطرك في عدم إيماني. المرجعية الدولية لحقوق الإنسان تقبل المؤمن وغير المؤمن وتعطيهما إمكانية التعايش المشترك والسلمي في إطار الحرية ديال المعتقد، بينما في المرجعية الدينية الحق موجود محدد سلفا وهو لا بد من الإيمان به، ولكن الذي لا يؤمن به هو ضال، يعني عنده صورة سلبية ولقد قد نتسامح معه لكن صورته ليست إيجابية مثل صورة المؤمن. وهذا ما يبرر بعض العنف ولو العنف الرمزي، كيقول لك الشخص أنا أقبل حرية المعتقد ثم يتقزز أو يشمئز من سلوكات الشخص الذي لا يؤمن. وفي النهاية ننتهي إلى وضعية كارثية وهي التالية: عليك أيها الشخص الذي لست مؤمنا مثلي أن تضطر إلى الانسحاب من الحياة العامة وأن تتقوقع في بيتك، لأنني لا أستطيع أن أشاهد نمط حياتك الذي لا أقبله لأنه ليس حقا. فالحق المطلق هو ما أنا عليه كمؤمن. هذا هو سبب عدم اتفاق المسلمين ذوي المرجعية الدينية فيما نسمي حرية المعتقد. إذن هناك فرق دقيق لا بد من تدارسه. شكون اللي غادي يجعل الفكر الإسلامي يقفز على هذه الأزمة؟ هذه هو أن ينسحب من الفقه الميت، أن ينسحب من تاريخ الفقه الذي هو ميت معظمه، وأن يعيش العصر وينطلق من مكتسبات العصر لكي يقرأ النص الديني، وليس أن يقرأ العصر من خلال النص الديني. وهناك من تشجعوا واطلعوا بهذه المهمة الصعبة، ولكن وجهوا بهجوم قوي من طرف التيار المحافظ. مشكلتنا ليست أنه لا يوجد فقهاء مجتهدون، مشكلتنا هو إن عندما يجتهد أحد العلماء المتنورين يجد أمامه جيشا من المتشددين الذين يهاجمونه. لماذا؟ لكي تقتل الفكرة في مهدها، لكي لا تصبح تيارا اجتماعيا، لكي لا يكون هناك تنوير من داخل المرجعية الدينية، والنتيجة هي التخلف.
أخيرا، لماذا لا يقبل المسلمون حرية المعتقد؟ لأسباب أدت إلى تقابلات على الشكل التالي. السبب الأول هو أنه تعتبر يعتبر الفكر الإسلامي السلفي أن الدين نظام شامل غير قابل للتجزئة، وهذه مشكلة كبيرة جدا. عندما نعتبر أن الإسلام هو حل بكليته الشاملة، لا يمكن لك أن تقول هذه نعم وهذه لم يعد يمكن اعتماده الآن، لا، خصك تأخذ الكل. هذه الفكرة من أخطر الأفكار التي تعرقل حرية المعتقد. فكرة أخرى أيضا هو اعتبار أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الإسلام أيضا هو خاتم الرسالة، وأن كل ما قبله ليس كاملا. لاحظوا معي هنا واحد المشكل كبير في العقل الإسلامي اليوم، وهذه المشكلة هي التالية. يقبل العقل الإسلامي بأن الدين الإسلامي تطور كبير بالنسبة لما قبله، ولكنه لا يقبل أبداً أنه حدث تطور بعد الإسلام، وهذه مشكلة كبيرة جداً. علاش؟ لأن العقل الإسلامي بقى في واحد اللحظة تاريخية ديال هذه 14 قرن وما قادرش يتجاوزها، ما دام التاريخ قد اكتمل في لحظة الوحي، كل ما بعدها لاغي. هذا الشيء كله اللي وصلنا ليه من التكنولوجيا والتطور، حقوق الإنسان، يعني الأخلاق الفاضلة العقلية اللي عاشوا بها مجتمعات راقية اليوم لا تعد صفر بالنسبة للعقل الإسلامي السلفي. علاش؟ لأن لاغية، لأن الإسلام هو نهاية كل شيء. هذه فكرة خطيرة جدا، وهي من أسباب الإرهاب وأسباب العنف عند المسلمين. على المسلمين أن يقبلوا بإبداع التاريخ، بأن التاريخ يبدع. نعم، كان هناك دين ظهر هذه 14 قرن، كانت فيه أمور متقدمة بالنسبة لما قبل، ولكن البشرية لم تقف عند دين معين، بل قامت بخطوات جبارة تجاوزت بها أديان كثيرة. وعلينا حتى الذين يصرون على أنهم مسلمون ويتشبثون بعقيدتهم، وهذا من حقهم، عليهم أيضا أن يعيشوا عصرهم بمكتسباته كاملة من داخل منظومتهم الدينية نفسها. ثم هناك مجموعة تقابلات بغيت نختم بها، تقابلات دالة لكي تبين العرقلة ديال حرية المعتقد كتيار في المجتمع أو كفكر ديال المجتمع. تجسدت حرية العقيدة في البلدان المتقدمة من خلال تطبيق العهود والاتفاقيات الدولية، مما أفضى إلى ما يلي: اعتبار العقيدة أمرا شخصيا يقابلها في الفكر السلفي عندنا لدى المسلمين حماية الدين مسؤولية الدولة. إذن الدين كاختيار شخصي تعرقله فكرة أن الدين مسؤولية الدولة وليس اختيارا شخصيا. حرية اختيار الإيمان أو عدمه يقابله، كيف شفتوا الفقهاء ديالنا، حد الردة، أو عند المعتدلين ضرورة التستر والتقية والعزلة. لا يجوز التمييز على أساس الدين، هذا في المرجعية حقوق الإنسان. عند المسلمين التمييز على أساس الدين ضروري، لأن المسلم لا يساوي المشرك أو الكافر أو الذمي. الدولة لا يمكن أن تتعامل مع، عندما تكون دولة دينية لا يمكن أن تتعامل معهما على أنهما نفس الشيء. يمكن تقرأ مثلا أحكام أهل الذمة ديال ابن القيم الجوزية، غالبا استحالة المساواة بين المسلم وغير المسلم. يمكن تشوفوا أيضا الرأي ديال الشافعي وديال معظم المالكية وديال الحنابلة فيما يتعلق بقتل مسلم بغير مسلم، هل يجوز قتل مسلم بكافر؟ بالطبع أغلبية الساحقة تقول لا يمكن، إذا قتل مسلما شخصا كافرا فلا يقتل المسلم بالكافر، مع استثناء ديال الحنفية اللي كان عنده واحد الاجتهاد مهم لكنه لم يسد، سادت الفكرة الأسوأ. المساواة بغض النظر عن العقيدة، عند المسلمين العقيدة معيار قيمة الإنسان في الدين، الأمة والجماعة هي اللي كتحدد موقع الفرد. الحوار بين الأديان أمر حتمي وضروري من منطلق حرية والمساواة بين البشر والديانات من حيث قيمتها الإنسانية. عند المسلمين غير ممكن بسبب أفضلية الإسلام، وإذا كان شي حوار خص يكون باش نهديو الآخرين. يمكن نقبلوا الحوار ولكن نقبلوهم باش نهديوهم لأنهم في ضلال مبين.
العدالة واحدة والقانون يطبق على الجميع، هذا مبدأ الدولة اللي كتحترم حرية العقيدة. العدالة واحدة، القانون يطبق على الجميع. عند المسلمين تطبيق دين الأغلبية وإلزام الآخرين بالعيش في ظله. رفض وصاية الفرد المؤمن على الآخرين. في عند المسلمين مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإنسان مسلم مؤمن لكن عنده مسؤوليات، يشوف الآخرين واش بعالوا ولا لا، ويشوف هو واش السلوك ديالهم هو هذاك السلوك اللي كيحسب ولا لا. فهذا الطريقة باش يعني السلفية كتعتمد مفهوم مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مبدأ احترام الغير. هذا المبدأ هذا هو اللي كيجعل ان المغاربه مثلا كيتحولوا الى مخبرين، كلهم كيخدموا مع البوليس في رمضان، واحد صايم وحاضر الاخرين. علاش؟ شكون كيعطي هذه الامكانيه؟ لان الدوله دايره قانون كتعاقب 6 شهور او 3 شهور حتى 6 شهور الانسان اللي كياكل. اذا القانون عطي الانسان الحق ان يتحول الى مخبر. هذا المسلم هذا اللي كتاخذوه وتحطوه في باريس، الا خدينا هذا المسلم هذا اللي بيع هنايا كتاخذو وتحطو في باريس، وكيشوف خوتو المسلمين كياكلو بنهار، عندكم غير شي تشكى، ما عندو شي، لأن الدولة اللي تما ما دايرش شي دابا القانون. هذا كيعني أن هذا كيعني أن راه ماشي يعني الفكرة اللي قال سي فؤاد عبد المؤمن قبيلة. سي فؤاد كيعطي المنطق ديال السلطة، كيشرح لينا المنطق ديال السلطة، كيقول لك أودي السلطة كتقول لكم راه كنشدو هذاك نديروه في الحبس باش ما يهجموش عليه الناس ويقتلوه لانه يستفزوا مشاعر. شكون اللي جعل هاد الناس يتستفزوا ويبداو يضربوا الناس؟ تربيه معينه وكذلك قوانين ديال الدوله. اذا انتفت هذه القوانين وصبحت عندنا قوانين ديمقراطيه لابد ان يحترمها الافراد، فهذه هي التربيه الحقيقيه. ثم اخيرا مبدا احترام الغير على اساس العيش المشترك. عند المسلمين السعي إلى تنميط المجتمع دينيا وعدم الاعتراف بالاختلاف باعتباره استفزاز لمشاعر الأمة أو الجماعة. رفض التحريض على العنف باسم الدين. عند عينة من المسلمين اعتماد نصوص دينية لتبرير العنف ضد الآخرين واعتباره جهادا مقدسا. هناك يقول لك الإخوان هادو متطرفين، احنا معتدلين مزيان، ولكن اعطيونا الجواب علاش لما كيوقع عنف من طرف هاد المتطرفين كتسكتوا كاملين؟ حنا بغينا جواب. لما بنت كتذبح في اكادير بالرزوار لم يتحرك احد من المعتدلين، غادي يقول لك هذاك المتطرف، ولكن لماذا لم تعبر عن موقف لإدانة التطرف؟ الشخص اللي قال لنا بانه يعني ضد العنف وضد كذا، لماذا لم يقوم يعني السيد المفتي او المنظر ديال التوحيد والاصلاح سي احمد الريسوني قال امور كثيره، ولكن لان السي فؤاد عبد المولي شار الاسم ديالو قال هناك اجتهادات وكذا. انا بغيت نفهم هذا السي الريسوني واحد المساله. هذا الرجل هذه الايام كيقول بان من حق المسيحيين يديروا التنظيمات ديالهم ويديروها الملحدين ويديروها الشيعة. مزيان، دونك هذه حرية المعتقد. علاش سيدي مشيتي كتجري ملي كنا كنديروا الدستور وكتهدد أمير المؤمنين بأنه إلا خلى حرية المعتقد في الدستور لن يبقى هناك مؤمنون يحكم عليه؟ هذا الشيء منشور في جريدة أخبار اليوم الحوار مع السيرفيسوني، يهدد إمارة المؤمنين وكيقول لهم لن نقبل أن تكون حرية المعتقد في الدستور، وكيقول للملك راه إلا خليتي حرية المعتقد يا أمير المؤمنين ما غيبقاوش لك المؤمنين على من تحكم. هذا معناه أن الناس رجعوا للعدد ديال الأخبار اليوم راه فيه بتفصيل، وأنا أحتفظ بالنص في الدوسي بريس كوثيقة. كيف اليوم يأتي السيريسوني ويعطينا دروس في حرية وهو قد حرم هذه الحرية من الحماية القانونية اللي هي القانون الأسمى للبلاد؟ كيف يمكن أن تقبل بمبدأ ما ولا تطلب له الحماية القانونية في الدستور؟ لا يمكن أن تقبل حرية المعتقد إذا ما كاينش في الدستور وحماية الدستور. إذا اسمحوا لي، أنا لا أعتبر أن هذه آراء متنورة، هي آراء شديدة التناقض، مغرقة في التناقضات، وباقي خصنا نقاش طويل مع هاد الإخوان ديالنا المغاربة باش نوضحوا الأمور. خصنا نوع من الانسجام،
خاصنا نكونوا منسجمين وما نقبلوش التناقضات، ويكون عندنا منطق ديال الفكر اللي كيجعل ان في موضوع الحقوق والحريات لا يمكن قبول السكيزوفرينيا، لا يمكن قبول لعبة الوجهين، لا يمكن قبول اللعب على الحبلين والتناقضات. لا بد من فكر منسجم لانه هو اللي غادي يحمي الكرامة ديال الانسان. تنميرنا.